أسعد الله مساءكم، الزول في الأول، حياكم الله وبياكم أيتم سلامة الليل كما دائما على المباشر. هذه المرة ارتئينا إياي وإياكم أن نستضيف المرة الثانية السيد حليم جنانة. حليم جنانة هو أب لونيس جنانة من دائرة كنديرة اللي يعالج في تركيا، ودوك نشوف معاه آخر تطورات. وراه وجه نداء يناشد الجميع، السلطات العمومية والشعب الجزائري لمساعدتهم. دونك كيفما يسمع الزوف لو نقر عند حمايان عند مثل ما تمر الكل اتطلق كوميونيتي الجيرينغ الموندونتي عند مال الكل العالقين النرويين لان ترونكيل الاوروب نا الموند الكل اش اون دينير سلام ربي. دونك في الاول دونك سوي بيان فوني على السلامه على العسلامه نون غورنر العسلامه ينو غوروان. دونك الاوكازيون السنة نويد مسيو حليم جنانا باباس لونيس جنانا يخمد خمد أنا قال مشكل مقرف إن شاء الله برك أسلم وأسرشن لزيتوريتين الشعبنا وكل الجزائر. تنمير نعطيكم الصحة، ماذا بكم تبارتاجي من الفيديو ماكسيموم باش نصوت نصوت لاباليين الناس كي قال لك الجهات المعنية. يعطيكم الصحة، تنمير فنون. أزوج لك سي حليم، مع السلامة. الزوف لون مع السلامة. دونك حاليا قلنك اكتيال مو قلنك اقلا تركي ناقلين لا تركي اجمع ايوه. دونك قلنك اقلا تركي في كوانسي مو سنة اقلا تركي دونك كوانسي كوانسي يعني الحاجة يوعر مليح مليح الحاجة يوعر مليح مليح. يعطيك الصحة الحرام نسيا اترافير اللايف ان شاء الله نسيا نصوت الميساج اللي زيتوريتي تمورث ان شاء الله كتبارتاجين العباد اللي قالوا بثم. دونك لونيس قلنا لها سان جان دا مزيان لا نخلص اللايف لا 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 خلص ان كان يوجد معنا سيت باش اليسواني لا تركي مالوروزمون جمعنا سي دريمان وفات سي مالوروزمون. اعطيهم الصحه على كل حال ايتمور سويس دي جمعنا في دريمان ويا يدان ديس يبدن ديس افوس بفوس تيطل تيت. لونيس قلنا لها لا تركي ثورا ونحكي باباس مسيو حليم ام كيف موج اثم سنتين يعني تحكي ثاني لونيس اتفضل اسي حبيب. ما على السلامه الاولى زوف الاول اكن اكن تسلم لونيس جنانا ذمي على كل حال اكون يبارك ربي مره الاول صحابين الشعب لي زالجيريان مره يقول لك يبارتيسيبين مره كيفاش شاينينو دونك جمع الناس دي سورديا يولي تغدى على تركيا نخلص دي سورديا نخلص سيني مليار و400 مليون دونك صافا كاين غير تكس ناس لي زاناليز قالني لاباس لاباس دونك ولا غد غير الجزائر ناني دابري 3 موا قلد هيا دونك بري 3 موا كاين شويه شاكي كاكي نقلد نوط ضعفيه دونك يعني ميتش يعني كاع تمور دينا شي يعني لا فاكتور 3000 يورو مي دوط على ميزان دايا ناني ماشي 3000 يورو ناني 3500 يورو وصل 3500 اورو معليش دمي كان باسكو ان شاء الله طلبه كامل اللي كانت شي عربي شفا عاود لنا نيد تخلص 8000 اورو لوطيل ناس الله يبارك خلصوا يا خملاس لي زاناليز كاين انا بري غير نيد راني نيد نيد اروح هذا السبيطار مي راه السبيطار كما سي نهضر ندير نروح نناقشيش مرة ينس دونك سي بون ناني داقشيش انا قادي فارغ راه 40 ناس ديني نزافس وين الناس ديني زاتس يفوا دو تشيش نقي من كل واحد مضامين الواحد بروفيسور واحد ترجمان دونك كيفاه ما ديني هيك شي شنيني كي نيكي قلاص 40% اوكي انا اسمي انا اسم كبر دم زوارات ني ميدا 100% تو قال ميدا كايا نايد لا غالب المرضى يا كيقمو اي تاويليس نني درجو اش نعاود ديزاناليزي الناس داكور عاود ماس اي داكور نروح وين تدرس عاود ميز اناليز انا اللي قبل تنتو شي دقه تخلص 2500 اورو ناس ماشي لا بروبليم خلص 2500 اورو يترين صافي 2500 50 مليون نتاير ميز اناليز فوالا عاود لك شي انا نيت سي بون انا نيت ميخ ميخ دن النار 40% 40% اف كان يد الدوسي ناس ام كتاوي لي سنه انا كيبقى تزر تاوي لي سم كان خدمه تلا قص تعاود دوز دون زان بريف ديال لي دي لوبيراسيون ناس شحال ناس شحال ثقه انني تركنا على الحسابات اي اني الحسابات
شو سكوين اش بدا سكوين انا اللي لقى فيت في عرفت عرفت شو شمتها سبيطا قال لي حسابات وفي غير قال لي حسابش يعني لا فاكتور 40000 اورو صافي 40000 اورو ادني لي سيستيري من تحت من 100 مليون من 100 من مليون 100 دولار. مليون هي داكور شو هما الحسابات هنا غير غير لاسوسياسيون ديالو لو كان فرنسا انا نعاون نعاون ميس كيس شي شيئين ونادي يكون وين غاتفكم دا زوان كانت فكره زوج ازوان لان يدو سالي دريمن لان يدو سالي دريمن ناس مخاطي دقيت انني دا انني دقلا قلت وقت الكورونا دا غالبا سعرا يرقص لواش بدا انا ندي موطن نجمع سند غرس الشهور غرس ناس كاس ولا ناس ندري كيفاش صوديا هي داكور قد ما روحها روحها سبيطار راه سبيطار ناس وكان يكون دينا على اللي يدشو ناس كذا روح الفرصه يلاه اسوسياسيون غادي تخلص 20000 اورو كي غنخلصها 20000 اورو لاسوسياسيون غادي تخلص 400 مليون وكان خلص 400 مليون نعم يدو راه رجوان زار مدير داكور سو سكويا ويد لو انا راه يوت داك الويكاند اللي عندنا كي يوت لو انا راه لو انا يد وقيت السنايا انا لا ماش فيها راك السنايا انا ثلاثه انا يد بون سي بون اخشي شينينيك انا يد ميك انا يد ثان يدي مانيك ويزيد ديك اصلا كماسيا ناس اوكي روحوا روحوا واقشي شويه مدام راه لوب انا راه سبيطار وطاردين انا ندي وش توتا القشي ناس اسم كي دوا القشي ناس يكون عليهم غير هذا شي سخن 100% لقد على ما هذا شي تقول نندا نندا خيس دي تدا اتشكتا 40000 اورو يعني شو كنت ني غير 40000 يعني 20000 كي 20000 كي 20000 لاسوسياسيون اوا سما تزرت تزرت ما كني هذا شو تخمم يعني سناو الخطير نني يد خاتي لا خات شكت شي 40000 اورو يا سمعليش سي دي كوميرس ولا سي دي كوميرس سي دي كوميرس سي دي كوميرس اي دكور ياس مي ما كنت فكا ما كنت فكا انت وين ومن بعد اشتي غاس تخدم ما تخدم مزال عاد تخدم لا شي بيو عاد تخدم كلش ناني تخاتي امشي مالا ناني لا فاكتور نزل على واحد قلنا واحد اس اشحال ناني درج درك يا دنفك عاد كان يتيد وفي 200000 اورو صافي 8 200000 اورو صافي ما ادني 8 مليار من جاي نو نو 200000 اورو 4 مليار تربيع صافي ولا 4 مليار من الجزائر انا اسنا ولدي نو مزمر غرا دينو مزمر انا ني دخلت انا ني دخلت دم انا ني داك انا ني دد في كاد كان 40 ملايين لاسوسياسيون اكت دم هيا داكور ناس ناس كنت كان لا كنت عشان ما صير لاسوسياسيون كنت واس ني ميساج دين زاسس زاد دين زاس الواحد ترجمان مير واحد ديريكتور لوبيتا مش نكتب راني يدينا ني لو خدنا في 100 فرانك مي كدرنا اون سعر اون سعر لو خدنا في 100 فرانك لا عشان صافي تصدى شو تراجم تورا كون ويا اش هذا شو بغيت تورا كنت باي ما يتكش 40000 يو ني غير 20000 وين يسعي وا تجمع 100 سكين دونك اي سي دي فويو كما سي روح سي ناتورا غدا شو طلبا طلبا الشعب لي زالجيري انا كلمه لا وسندني غير كل حال حاجه كاين طلبا زك سنايد ستانسي باش تسيو تغميو غير الجزائر اذن شكش مع سويتا راني اللي تداوي دينا ومن بعد لا سويتا تاع على ربي تاو ان شاء الله دونك زمرنا هاد شويه سعرات باش انتروس ميتي ميساج يبغى شكر السيد حليم جنانة يطالب من السلطات الجزائريه بترحيله او كيف يقول بالعربيه الفصحى بروبرت يعني كيف يقول بالعربيه الفصحى المهم هو عالق في تركيا هو وابنه ينتظر أن مساعدة الجالية أو الجميع التدخل لإرجاعه لأرض الوطن قبل فوات الأوان لأنه الحساب ما هدرت معها قبيلة قال للمهم إلا ما دارش لشيموثيرابي في أقرب وقت لقدر الله الأيدي بأمر الله على كل حال لقدر الله راح يموت له في تركيا دونك نداءنا نوجهه للسلطات العليا في البلاد نقول لكم فوالا هذا ابن وطنكم راه يعاني راه يسفري في تركيا ماذا بكم شوفوا له حل لانه كاين هناك وقيلة طياره قادمه من الجزائر اليوم 10 مارس هكذا سي حليم 10 مارس اليوم 10 مارس فوالا كاين كاين واحد جزائري لهنا يطلع زراعات الكبد عيطني بالتليفون قال لي كاش ما تحق حاجه نجيبها لك نعم
يلا نعم صحيح تفاصيل الاجلاء، نعم يتم اجلائه، نعم. دونك هناك يعني كاين طياره، بالرغم من يقولوا هناك غلق الحدود والمطارات، الا ان هناك طائره قادمه من الجزائر باتجاه تركيا، راهي تسمى جا واحد من البلاد يدير عمليه زرع الكبد في تركيا، دونك هو يناشد الطياره كي تولي يطلع معاهم. هذا ما كان هذا ما كان ما لا نسل وزيد بزياده نقول لهم نسلك بي تاعي واش المهم انا يهبطوني البلاد واش يحبوا راني ندير تيست كورونا راني معاهم نسلك بي راني معاهم المهم واش قالوا راني معاهم نعم ان شاء الله في اخر ان شاء الله نلقاك. والله غلط قلنا عندنا الاخر عيط لهم جماعه كامل، دوك نشوفوا واش يقولوا، وان كان على بالنا باللي ما يخافش عليكم باللي الرحلات معلقه او مغلقه بدايه من فتح مارس الجاري هذا، دونك ما على بالناش وقتها يزيد يحلوا، ولكن هو لو نيس هذا راه في حاله يرثى لها. اصبر شوف، نعم في حالة يرثى لها إن شاء الله برك، ما على باليش وقع عندنا بروبليم في نعم راه في حالة يرثى لها. دونك نداء إلى كل المسؤولين من وزارة النقل والداخلية والخارجية والسلطات العليا للبلاد، أنه نشوف لنا مع السيد لونيس عبد الحليم قنانة اللي عنده وليده لونيس قلنا راه مريض في حالة حرجة جدا من تركيا. ماذا بكم بارتاجي ولا فيديو ماكسيموم باش نوصلوه لأعلى. نعم موتي تفضل سي حالي، ما هدر هدر عباك وطلفت لي الاخر مصباح التليفون تاعي. وزيد بزياده على اني اليوم انا رحت قدام القنصليه هضرت مع القنصل عندي لوتريزاسيون انا جبت لوتريزاسيون كي هبطت منا وطلعت منا عندي لوتريزاسيون عندي لي بيي مام الروتور تاعي اذا كان ما عندي البيي اي جيري بصح اذا كان تركيش معليش نزيد نشري المهم انا باغي نهبط وليدي باه ندير له العلاج اللي في البلاد باسكو علاه ما قدرتلوش انا هنا. نعم اوكي ان شاء الله برك نبارطاجو هذا الفيديو ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم ما نكثروش عليه. حتى لونيس راه عيان عيان مليح يعني الصح عيان الصح راه في اخي اسمحوا لي يا جماعه اخي لوني شفتوه في اللايف اللي فات راه مليح كلش دروك راه في الفراش ما يتواجه الغاشي هكذا باسكو راه عيان فوالا. نعم باه زيدوا له الشكاره تاع الدم قالوا لي اسمه 700 اورو 14 مليون بصوالح. نعم انهم اتراك الاعزاء والسيد القنصل اللي راه هنا على باله يعرفني انا ووليدي يعرف القصيه تاعنا كامل واليوم رحت ليه. والقنصل واش قال لك؟ سياده القنصل واش قال لك؟ قال لك ما عندي ما ندير لك، قلت له انا وليدك بالراس كيف تشوفني كيف الحل انا ما قلتلكش ولا حوايج قلت لك هبطني لوليدي وشمو معليش اذا كان حبي يريحني انا هنا نريح معليش يهبطني وليدي برك باه ندخلو سبيطار. فوالا يعني انا معليش نريح انا نريح كاين عندي خويا ثم يتلاقي ثم يديه سبيطار ومن بعد كي يحلوا المطارات نهبطوا نهبط معليش يهبط وليدي برا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. دونك زورتي الجيريه ما يهداكم رب على كل واحد شفنا هذه القضيه في اقرب وقت لانه هي حكايه او قضيه موت او حياه ان شاء الله فيها خير. على كل حال ثاني وئام وقيل وئام في ولاد وقيل ونس من عدا ياك انا لي وئام انا لي المهم وئام كما يهضروا بالقبيليه وئام هضر ولا كنت عاونت وطلبت وطلبت مورث الفانتويت تان كات لاف يو كي ود فرينا الام ولا كوسي هذا الفانتويت باسكو قرني درجو رجو 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 عقلي نقيمو. اوكي ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله خير. نتوضا في لك يا سي عبد الحليم زمرت توجهت نداء كيف يقارن كوني الدوله زيرو شعب وحكومه والحراكيين والاحرار والهايوين تفضل. وندي النداء للسلطات المحليه اللي راهم في الجزائر من تبون الوزير كاع
يديروا لنا التاويل باه نهبط، نهبط وليدي معليش نريح انا، انا يهبط وليدي برك باه نكمل له العلاج اللي في الجزائر، باسكو حاله استعجاليه. معك ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. دونك شي با كوا دير، والله العظيم ما قدرتش واش نقول، ما عنديش واش نقول زياده. المهم هادو نداء كذلك الى كل الاخوان في البلاد الجزائريين اللي يقولوا راح نصوني في تركيا. بزاف بعثنا بزاف حق تركيا، راكم شفتوا النتيجه كيفاه، التلاعب بالمرضى والتلاعب باموال الجزائريين. قلنا فوالا دونك اسمح 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 لي خويا نقول على الجزائري، على الجزائريين اللي راهم يجيو لهنا لتركيا ما كان لا علاج لا والو غير السرقه تاع صور. غير السرقه تاع صور، نعم. شفاء شفاء عند ربي. سبحانه على كل حال، سبحانه. سبحانه شفاء عند ربي. المهم قلت من غير يشوفوك برك يشوفوك صور، ما يدخلوكش حتى واسمه، اذا كان نجح الله يبارك، اذا كان ما نجحش يطلبوك برا. سبحان الله. محمد، محمد قال لك بوتيتر فوار لو كونسيلا دالجيري اون تركي. سي محمد الا دينا نيز قال لي يروح الكونسيلا قبل ما نبقى اجي هذيك الشيء. فوالا سي سا وسي فوالا. تنمير تنمير لكم الصحة ان شاء الله، نكونوا كي قال لك باش هذه هذه ماك وفيديو مزيان كان كاع نبارطاجي لي جروب كورونا الكل. جزاكم الله خير الجزاء، يعطيكم الصحة، تنمير تنمير. هذا النداء الى الوالي، الوالي تاع بجايه يعرف القصه تاع وليدي، ونادي باه يهبط وليدي منا من تركيا للجزائر باه ندخلوه سبيطار. الوالي تاع بجايه يعرفوا، يعرف القصه تاع وليدي ويعرفني انا، يعرف لونيس. اوكي ان شاء الله. دونك فوالا، دونك ميم لي باج، لي باج نلقيه زعما بارتاجيت لي فيديو هي باش هي غادي يوصل ميساج على زوج دراتي مام مام البقيت نعرف ما تسمى البقيت وزعما لا تخمم باسكو اسمح لي ديريكتور لابي وي حددوا على بالو بوليدي ان شاء الله ان شاء الله. والله اوكي فهمي يعطيكم الصحه لا بروشان ان شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. دونك ما نطولوش عليكم، ادعو تسكن بلي غادي يصيح ربي الامور ان شاء الله، وتشفوا ربي ان شاء الله، وتشفوا ربي، وتشفوا ربي المؤمنين الكل. دونك فوالا يعطيكم الصحة المجنون. صحيت. ما في لا يعطيكم.